اسمعي بقى يا بنت عمتي، لازم تعرفي ان عمري ما فكرت في الجواز لا زمان ولا دلوقتي، وانت بالنسبه لي مجرد حاجه واحده. ورده وموافقه بيها يا ولد خال. خدني معاك، خدني معاك يا عبد العزيز، دي العيشه هنا وعره قوي، ده الموت جارك اهون من العيشه هنا. طب اهدي، طيب صلي على النبي. خلاص بقى، وانت طلعت بيضة وقشطة كده وزي الفل، امال امك طالعة سمرة وزهرة كده ليه؟ انت عندك عيال؟ الله الله الله، في ايه طيب؟ بلاش يا ست السؤال ده خالص، انا بسألك يعني عندك عيال هيجوا معانا مصر ولا هيستنوا هنا ولا ايه مش اكتر؟ خلفتش. ايه؟ خلفتش. انت قعدتي قد ايه متجوزة؟ يا نهار ابيض. خلاص صلي على النبي، ده انا اسالك سؤال عادي، قعدت قد ايه متجوزه؟ ما فيهاش حاجه. 7 سنين. كم؟ 7 سنين ومخلفه. عبد العزيز، مطرح ما تحطني هتلاقيني، ولو طلبت منك حاجه طلقني بساعتها، ان شاء الله تحرمني من الميه والعيش. احب عليك. خلاص خلاص هاخدك. لا اله الا الله. العربية جاهزة وفيها خلاجات بنتي وعزالها. مش عايزين خلاجات يا عمتي، أنا أخدها كده باللي عليها. موافق. اسمع يا ولد أخوي، إحنا عشنا في الدار دي وعمر ما حد فينا قدر يكسر كلمة قالها جدك. جوازك من بنتي على عيني، بس أنا قلبي حاسس إنك رايد بنت من بنات مصر، والجوازه دي جت خربتت لك حياتك. وانا اللي بقولها لك، ها بنتي مش اكتر من ضيفه عندك وعند مرات خالها. ملوش لزوم الكلام ده يا عمتي، انا ممكن اعمل اي حاجه عشان انفذ وصيه ابويا، وبعدين اشجان في عينيا، وان شاء الله عمرها ما هتشتكي لك مني. لا، ده انت تديها فوق راسها وما يهمكش، وان زعلتك في حاجه شد لي تليفون بس وانا اجي احرقها وهي حي. امك اسمها ايه؟ عواطف. سلمني عليها. اللي خلف ما ماتش كان شايف عبد الرحيم اخوي. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا عمتي. أنا بأمر الله بقى أزورك وأطمن عليك من وقت للتاني. لا ولا تاجي ولا تتعب نفسك. يلا العربية مستنياك، هتوصلكوا لحد الموقف. اسمع يا ولدي، المرة لما تبقى على ذمة راجل ملهاش حق غير في اللي يمد يده ويعطولها. وأنت يا باه، أنا بقولها لك قدامها. ما عايزاش دلع ماسخ، لا رايح فين، لا جيت منين، لا تأخرت ليه، لا عايز أكل ده وما أشربش ده. يلا العربية جاهزة قدامي.